استني استني. الو مساء النور. ايوه مين؟ لا طبعا عرفتك على طول. ايوه عرفت صوتك. لا كنت بنغشك بس حركات يعني. ازيك يا دكتور بونو؟ انت فين؟ قصدي يعني بتتكلم منين؟ في الشارع، دايما في الشارع. بعد ما اخلص شغلي ببقى في الشارع. بس احنا بالليل، وانت قلت لي ان انت موظف، ويعني المفروض انك بتخلص الساعه 2 الظهر. لا ما انا بشتغل شغلانه تانية بعد الظهر عشان ادفع فاتوره الموبايل. هقول لك لما اشوفك. طب هو انا ممكن اشوفك؟ لا 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 مش ممكن، صعب صعب جدا. لا 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 خلاص ما تزعلش بقى، بلاش القمصه دي، بنغشك. حركات حركات. امتى؟ فين؟ طيب خلاص ماشي ماشي يلا باي. مش ده الدكتور اياه؟ ايوه الدكتور رامي. على فكره ده ما طلعش دكتور اطفال زي ما كنا فاكرين، ده طلع دكتور موظف في وزاره الصحه. انما زكي باشا عامل ايه دلوقتي؟ ما قلتليش. هيعمل ايه يعني؟ هو اللي بيبات فيه بيصبح فيه. لسه اخته بتفسحه في اقسام البوليس برضه؟ لا بس لسه ما فاقش من الصدمه وزود في الشرب قوي. غريبه، مع اني كنت فاكر ان احواله هتتغير بعد ما تبقى معاه واحده زي بوسين. هتتغير ازاي يعني؟ يعني ترفع عنه، خليه تتكلم معاه، تنسيه احزانه وهمومه. والله البنت مش مدخره من جهدها جهد، وشكله كده حكالها على كل مشاكله، ما بتسيبوش خالص. مظبوط، تفضل عنده طول النهار، عشان كده انا ما بشوفهاش على السطوح غير بالليل. ايوه في الاول كانوا بيفطروا مع بعض، دلوقتي بيفطروا ويتغدوا ويتعشوا كمان. عال خالص. امال بتقول زي ما هو ليه؟ قصدي يعني ما رجعش لحالته الاولانيه. اه حالته الاولانيه يعني ايه بالظبط؟ قصدك يعني ايام ما كان مع البنت بتاعت البار؟ شويه شويه بس بوسينه هتاخد عليه. حرام عليك يا مينا، شيل الشك اللي في دماغك ده شويه. بتشبه بوسينه برباب؟ دي بنت ناس وعمرها ما تعمل كده ابدا، وبعدين احنا عندنا ولايه يا اخي. على رايك. مظبوط يا اسحاق يا اخويا، بس ما تقلقش على زكي بيه، واحده واحده بالتدريج. يعني ايه واحدة واحدة وبالتدريج؟ يعني هيرجع لحالته الأولانية. زكي بيه الدسوقي، صدقني يا أخويا كلام أمانة. شوف يا سيدي، المثل الشعبي بيقول على قد لحافك مد رجليك. واضح كده من حالتك إن أنت من معدوم اللحاف، قصدي يعني من معدوم الدخل. يعني أنت عايشة إزاي أنت وأولادك؟ احكي لي كده يوم في حياتك. يوم في حياتي يا أستاذ؟ وانا في برنامج على الناصيه ولا مع الست امال فهمي؟ ده انا جايه لك عشان تكتب لي شكوى. ايوه يا ستي، ما انا هكتب لك شكوى، بس عشان اكتب لك شكوى مؤثره لازم اعرف شويه تفاصيل عن حياتك البائسه. يعني المعلومات اللي عندي بتقول ان انت واولادك عايشين على الاعانات بعد جوزك ما مات، وان جوزك كان غفير ارزوق يعني، مش كده؟ ايوه، بعد احيانا الباب بيخبط، بيجي لنا ناس فاعل خير بتدينا فلوس ندفع الميه والكهرباء. طيب بالنسبة للأكل يعني تفطروا إيه؟ تتغدوا إيه؟ بتتعشوا إيه؟ كل يوم في الفجر في مطعم جنبنا، بروح أصحيتهم في غسيل الأطباق، بيدوني كيس فول على كيس طعمية نية، هفطر عيالي قبل ما تروح المدرسة، ومعايا الواد البستاني في سنة تانية إعدادي، بعد ما بيرجع من المدرسة بيشتغل في فرن وبيجيب لنا عيش اليوم، وآخر الأسبوع بيخصموا منه الفلوس. بالنسبه للغدا؟ غدا ايه يا استاذ؟ ما تخلصنا، انا عايزه دوري. اسكت يا ام هشام، اتفضلي الغدا. الغدا بروح سوق العبور بجيب شروه سمك بربع الثمن او شروه خضار. شروه خضار او شروه سمك ازاي يعني؟ شروه الخضار اللي بتقع من التجار من العربيات، العيال بتلمها بقى على بطايه على جزرايه على بتنجانايه ب2 جنيه، والسمك كذلك، سمكه المكسوره على البيته ب3 4 جنيه. طيب بالنسبة للحمة والفراخ؟ لحمة ايه يا استاذ؟ ده ما احنا ما بنشوفهاش الا من العيد للعيد، يا اما في رمضان عشان خيره كتير. احنا بنروح نشتري الفراخ من غير لحم،
2 كيلو هياكل ب4 جنيه، ما بيفضل الا العظم والجنيحة. صراحة ست انا مش عارف اقول لك ايه، انما انت حالتك دي ما ينفعش فيها الشكوى غير لمنظمة حقوق الانسان. حتى دي ما اعتقدش ان منظمة حقوق الانسان هتجيب نتيجة. انت ما ينفعش معاكي غير الشكوى لربنا. ونعم بالله. ادعي معايا يا ست. يا رب ارزقني برزق اولادي يا رب. يا رب. يا رب فكها علينا يا رب. يا رب. هقول لك يا استاذ، انا اتعقدت منك وتشقمت منك، خلاص مش عايز شكاوى. دي حاجة غريبة. ايوه يا ست زينب، عايزة تشتكي مين تاني؟ مساء الخير. مساء الخير، اتأخرت ليه؟ حركات. وقفنا الموبايل برضه حركات؟ لا، موبايلي قطع حركات، قصدي قطع شحن. أيوه. على فكرة التيشيرت بتاعك حلو عليك قوي. حقيقي؟ بجد ذوقك حلو. متشكر. عارفة؟ ده أكتر تيشيرت بعتز إن أنا اشتريته في حياتي. عارفة ليه؟ طبعًا عارفة، عشان هو السبب إن إحنا اتعرفنا على بعض. لا، عشان كنت فقدت الأمل إن ألاقيه وبعدين لقيته. طب يا أخويا ولقيته؟ سلام عليكم. استنى استنى، زلت ولا إيه؟ حركات. صحيح ما قلتليش انت بتشتغل ايه بعد الظهر؟ انت مصره تعرفي يعني؟ هي شكلها كده من الاخر شغلانه تكسف. لا هي لا تكسف ولا حاجه، بس يعني هي شغلانه غريبه عليا شويه كدكتور. عموما انا بشتغل كاشير في بب. لا كده بقى معاك حق، هي بصراحه شغلانه غريبه جدا على دكتور. اعمل ايه بس؟ طب اقول لك حاجه، ما تهاجر. انت بتقولي فيها؟ تعرف ان اخر احصاء عمله المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه اثبت ان في 2 مليون شاب عايزين يهاجروا بره البلد، وده لان مفيش شغل او لان الشغل بره اختصاصهم وضعف مستوى المعيشه. يا عم سيبك انت، اقول لك حاجه، الحمد لله انك ما هاجرتش. عارف ليه؟ ليه؟ لانك كنت هتضيع على نفسك اعظم فرصه في حياتك، كنتش هتعرفني. تفتكري ده يعني سبب وجيه؟ ايه حركات برضو؟ طبعا حركات. على فكرة انا مبسوط قوي ان انا عرفتك. وانا كمان. وعاد اليك كل شيء هاشم، وانا وسعادة الدنيا والاخرة ورضاء ربي. ايعود الي نقودي وتجارتي وعبيدي.
ايوه يا باشا، اي خدمه. بعد اذنك، هو حميدو موجود؟ لا هو مش موجود دلوقتي، مش ورديته. طب هيجي الساعه كام؟ الساعه 2 ان شاء الله. طب معلش، ممكن تليفون بيته؟ اه لحظه واحده اجيبه لسعادتك من جوه. لحظه بسرعه بس يا حاج. الو، ايوه موجود. ده نايم ما اقدرش اصحيه، ده راجع الساعه 6 الصبح من الشغل. هو مين اللي عاوزه؟ اهلا وسهلا يا بيه. طب دقيقه واحده هصحهولك. حميدو يا حميدو، حميدو ودي حميدو، اصحى يا ابني. ايه يما، في ايه؟ كلم فوزي بيه. فوزي بيه مين؟ ابن الحاج عزام. ابن الحاج عزام هنا يا ابني؟ مش هنا على التليفون. ده عايز ايه ده؟ مش عارفه يا ابني، بس هو قال لي صحيهولي ضروري، اكيد حاجه خاصه باختك سعاد. استرها يا رب معانا، استرها يا رب. الو، اهلا وسهلا، انا فوزي بيه. مش هينفع نتكلم في التليفون، تعال لي فورا، انت فاهم؟ اجي اجي فين ولا مؤاخذه؟ طب ما تتفضل حضرتك عندنا في البيت، ولا انتوا بتستعروا مننا للدرجه دي؟ كل ما تعوزونا تقابلونا بره. يابا انا مستعجل، مش فاضي حكايه الزيارات والكلام ده كله. واعمل حسابك هتنزل معايا مصر، انت فاهم؟ حاضر حاضر. في ايه يا حميد؟ مش عارف ياما، بيقول لي عاوزني ضروري وعاوزني اروح معاه مصر. ليه حصل ايه؟ مش عارف، بس شكله متعصب على الاخر. تكون حصلت حاجه وحشه، يكون عزام ضربها ولا اذاها ولا حاجه. استنى يا ابني لما البس واروح معاه. تيجي معايا فين بس ياما؟ هاجي معاك مصر، اطمن على بنتي، انا قلبي وكلني عليها. وتامر، هتسيبي تامر لمين؟ هاخده معايا عشان يشوف امه وتطمن عليه. اوعى تكون طلقها يا ابني. الله، انت مش قلت له كده لما جه هنا؟ لو طلقها عاوز ننزل مصر ليه؟ كان بعتها هي وخلصنا. امال تفتكر ايه اللي حصل؟ اهدي اهدي ياما واطمني، وانا هروح اشوف في ايه واتصل بيك اطمنك. اوعى تسافر مصر من غير ما تقولي في ايه. قبل ما تسافر تكلميني في التليفون يا حميد. ان شاء الله خير يا اما، طمني. لا اله الا الله، محمد رسول الله. يا ضناي يا رب يا رب استرها معانا يا رب، ده احنا غلابه والله. السلام عليكم يا فوزي بيه. اهلا يا اخويا، اقعد اتفضل. ايه ده؟ زي ما انت شايف، شيك ب 20,000 جنيه. بتاع ايه ده؟ المؤخر والنفقه بتاع اختك يا اخويا. هنعمل ايه بقى؟ احنا حسبناهم بما يرضي الله، وعليهم بوسه كمان. هو الحاج طلعها؟ امر الله بقى، هنعمل ايه؟ هي مصممه على الطلاق، والحاج حاول معاها كتير لكن مفيش فايده. مش معقول برضه الحاج يعني هيعيش معاها غصب عنها. كرامته ما تسمحش. يلا يا اخويا قوم معايا. على فين؟ على مصر طبعا. هيكون على فين يعني؟ يلا مصر. طب انا مش فاهم، انا هاجي مصر معاك ليه؟ تعالى معايا بس وانا هفهمك على كل حاجه. تعال تعال. ها هتسيب اختك ترجع لوحدها بهدومها وحاجتها اللي هناك دي؟ ترجع؟ ترجع فين؟ ترجع اسكندريه. ما هترجع فين يعني؟ ده مالك مستغرب قوي ليه كده؟ هي مش الفيلا اللي عايشه فيها في مصر دي تبقى فيلتها؟ لا يا سيدي مش فيلتها. ازاي؟ مش يعني لا مؤاخذه يعني هي تبقى حاضنه؟ لا ما هي خلاص ما بقتش حاضنه ولا حاجه. هي اصلها دلوقتي في المستشفى. مستشفى؟ ايه اللي حصل؟ امر الله بقى، هنعمل ايه؟ جالها انزيف جامد قوي فطرنا وديها المستشفى وخلاص. ما بقتش حامل. سقطتوها؟ سقطتوها هي يا مجنون انت. شوف يا حميدو، انا كان ممكن اطنش انا والحاج، وهي بقى لما تخرج للمستشفى تبقى تكلمكم وتروحوا تاخدوها براحتكم. لكن دي لا اخلاقي ولا اخلاق الحاج عزام. عشان كده حبيت اجي بنفسي اسكندريه واخدك نروح المستشفى تطمن على اختك وترجعوا اسكندريه تاني. وخد بالك، اي دوشه او شوشره او صوت يعلى هناك انت عارف احنا ممكن نعمل ايه؟ احنا ناس واصله وايدينا طايله. فهمتني يا حميدو؟ الحمد لله على السلامة. انا ايه اللي جبني هنا؟ انا ايه اللي جاب
خير. انت ربنا كرمك ولحقناكي. انت كان عندك نزيف جامد. اه 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 نزيف ايه؟ لا انا ما كانش عندي نزيف. انت كداب. انت كداب كده برضو. الله يسامحك. احنا غلطانين. تعالي هنا. انت رايحه فين؟ انتوا سقطتوني صح؟ سقطتوني غصب عني مش كده؟ تعالي حاولي تيجي في 60 داهيه. انا هبلغ البوليس. سقطتك ايه؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ يا دكتور. يا دكتور. في ايه يا مدام؟ خير؟ ايه اللي حصل؟ خير ايه؟ خير ايه؟ انا كنت حامل. كنت حامل وانتوا سقطتوني. سقطتوني غصب عني. يا مدام حضرتك كان عندك نزيف. كدابين. كلكم كدابين. انا ما كانش عندي نزيف. انتوا اللي سقطتوني. يا مدام ما حصلش. الانفعال ده ممكن يأذيكم. ده انا اللي هأذيكم. هأذيكم وأوديكم في 60 ده. ايه؟ وهبلغ عنكم البوليس وهقفل لكم المستشفى. ايه يا مدام؟ ابعدي عني انت كمان. ابعدي عني. يا دكتور. هنعمل ايه؟ طبعا حميدو. خش لها انت اطمن عليها يا اخويا. خش اطمن عليها. الف سلام. الف سلام. هو في حاجه ولا ايه؟ سيره جدا. بعد ما فاقت وعرفت بتهدد بالبوليس. لو سمحت اتصرف بسرعه. انا مش عايز مشاكل. تلاقش انا هتصرف. ايوه يا حاج. لا لسه شويه. لسه؟ لسه ايه يا ابني؟ سكتها بأي طريقة ولم الموضوع ده بسرعة. ثم أنا مش عايزها تسيب الأوضة إلا لما الموضوع ده يخلص نهائي بتاتا البتة. وبعدين افهم بقى، أنا مش عايز شبورة حوالين الموضوع ده. مش عايز كلام وديول وحاجات من دي. الموضوع يخلص ليس إلا. حاضر يا حاج. حاضر يا حاج. ما تقلقش أنت، أنا هتصرف. مع السلامة. معلش يا سعاد، كل شيء اسمه نصيب بقى، هنعمل ايه؟ بس برضه كان في اتفاق بينك وبين الحاج عزام، وانت بوظت الاتفاق ده. يبقى خلاص البادي اصلا بقى. البادي اصلا ده انتوا اللي ظلم. ده انتوا اللي ظلم. ربنا ينتقم منك انت وابوك. ربنا ينتقم منكم يا مجرمين. اخرسي ووطي صوتك ده مع طولة لسانك وقلة ادبك دي. لكن برضه الحاج عزام عاملك بما يرضي الله. وبعدين في ايه يعني؟ جالك نزيف وكنت هتموت ونقلناك المستشفى. نعمل ايه؟ الدكتور اضطر انه يعمل لك عمليه اجهاض، يعني يسيبك تموت يعني ولا ايه؟ كذاب. كلكم كذابين. هو اللي كان عايز يسقطني وانا ما رضيتش. سقطني غصب عني. من كل الله. من كل الله يا ظلمه. قلت لك اخرسي ووطي صوتك. وبعدين ورق المستشفى موجود وتقرير الدكتور كمان. ما تقول لها حاجه يا عم حميده. اسمع يا سعاد، الحاج عزام خلاص طلقك واداكي حقك وبزياده كمان، والرئيس حميد ومعاه شيك بزياده، حساب المستشفى كله اندفع. ان شاء الله تخلصي الهصه دي وتطلعي هتلاقي عربيه مستنياكي وبحاجتك وعلى اسكندريه عدل يا اختي. ماشي؟ انا مستنيك بره الرئيس حميد. يلا. من كل الله. من كل الله يا ظلمه. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا ظلمه. يا مكرمين. يا مكرمين. حقق اختك ريس حميدو. اختك عناديه ودماغها ناشفه. وخلاص الليله خلصت وحققها وصلها على دير مليل. يا
يعني زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. وزي ما قلت لك قبل كده احنا ناس طايله وايدينا واصله. يعني لو عملتوا بقى هيصه ودوشه والجو ده هنأذيكم وهنأذيكم قوي كمان. فهمتنا يا ريس حميدو؟ الف سلامه عليك يا الله. معلش. السلام عليكم. استاذ حامد بره ومصمم يقابل حضرتك. حامد ايه وزفت ايه؟ مش عايز حد. اصله كان عايز يخش غصب عني. انت هتحكي لي صوت حياتك بره بره وين عارفينك بره. لا يا الله انا ناقص. يا سبحان الله. وبعدين بقى يا الله الحاج مشغول جدا ومتعصب على الاخر ومش هيقابلك النهارده لا انت ولا غيرك خالص. اعمل معروف ابوس ايدك امشي لحسن الحاج حالف 100 يمين انه يرفدني لو دخلتك او انت دخلت غصب عني. يعني ايه يا انسه؟ يعني المهيه اللي بيديها لي يا دوك بتكفيني انا ووالدتي واخواتي في مصاريف البيت ولو حصل ورفدني حياه اسره بحالها هتتدمر. اوعي تقلقي وانا معاكي ابدا. مش من حقه ده يبقى فصل تعسفي. لو عمل كده تعالي لي حضرتك على سطوح اكتب لك شكوى لوزير القوى العامله. الشكوى لغير الله مذله. والاسهل من كده ان حضرتك تتفضل تاخد بعضك وتمشي ويا ريت ما تجيش تاني. يعني ايه يا نسا؟ افهم من كده انه بيخلع بيبيع القضيه؟ لا انا مش هيأس مش هسمح له ابدا انه يبيع الناس اللي ادوله اصواتهم لان خيانه الناس دي معناها خيانه الوطن وما ضاع حق وراءه مطالب ومن عرف الحق ايه؟ راح في الكازوزه. لا لا يا متشائمه يا سوداويه من عرف الحق عز عليه ان يراه مهضوما. سلام. سلام يا استاذ الف سلامه شكرا جدا. ايوه يا حاج كله تمام. الليله خلصت من غير اي مشاكل. خلاص يا حاج بقول لك ما تقلقش كله زي الفل. مع الف سلامه. كلاب ضميرهم ميت وقلوبهم حجر وحوش مش بني ادمين لا يمكن يكونوا بني ادمين ابدا. اهدي يا حبيبتي اهدي بس اللي حصل حصل. هيفيد بايه بس كل ده؟ العايد في الفايد نقصان في العقل. لا يعني ايه اللي حصل حصل؟ انا لا يمكن اسيبه مش هسيبهم ينفدوا بجريمتهم كده. انا هبلغ عنهم والله ما بنيمك الليل يا عزام. تعملي ايه بس يا سعاد؟ استهدي بالله كده. العالي بيقول يا اختي. العالي بيقول ايه؟ بيقول ان هما ياخدوني لحم ويرموني عظم كده. طب انا كنت عملت له ايه؟ عملت له ايه ده كله؟ يظلمني ويسقطني ويطلقني ويرميني في الشارع كده. طب ده انا كنت قايله صوابع العشره شم. اعمل ايه اكتر من كده؟ ورديت بقسوته وجبروته واهانته ليا. بص يا سعاد هم رتبوا وظبطوا وستفوا ورقهم ومبقاش في اي دليل ضدهم. وهنعمل معاهم ايه بس؟ هنقف قدام واحد جبار زي ده وايده طايله؟ ده عضو في مجلس الشعب يا اختي. ايوه يا بنتي والغني غنوله والفقير راحوا وعدوله وهيفيد بايه؟ حتى لو اشتكيتيه مش هيحصل حاجه لانه خلاص طلقك.
هتجنني امي. غدر والخيانه هيجننوني. مش قادره اصدق، مش قادره اصدق الراجل اللي كان يتمنى لي رضا ارضه مره واحده كده في لحظه يخطر بيا كل الغدر ده. قادر ومجرم وشبعه بعد جوع. اصل اللي اصلهم واطي يا بنتي لما بيعلوا ما بيصدقوش نفسهم، بيفتروا. معلش يا بنتي، فوضي امرك لله وانسيه. قولي لي اعمل ايه دلوقتي؟ اعيش منين واربي الولد منين؟ ادور من جديد على شغلانه جديده؟ وهو فين اساسا الشغل ده؟ تبات نار يا دنايا تصبح حرمات، والرزق والنصيب عند الله، ولما بيقطع من حته بيوصل للحته التانيه، وكل لقمه بتنادي اكلها. ارمي توكالك على الله يا بنتي، وان شاء الله ان شاء الله هيكرمك يا دنايا، ان شاء الله هيكرمك يا بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالكش حق يا حاج. يا حاج. ايه؟ ايه عايزه ايه في ايه؟ معقولة بعد ما نمت تقوم تدخن الشيشة؟ مالك قلقان ليه؟ صحتك يا حاج. يا حاج انت سامعني؟ امال يعني انت رشت سامعك وكل حاجة ومش عايز ارد، مش عايز اتكلم، مش عايز اسمع صوت، مش عايزك قدامي. حل عن ابوغي بقى. مني فيها بالشكل ده يا حاج. ما انا جيت لك استسمعك وتاسف لك واعذريني، اصل انا العصبي تعبني شويه اليومين دول، وبصراحه ربنا انا اصلي عندي مشاكل كتير في الشغل الايام دي. لا يا حاج لا، مش حكايه مشاكل في الشغل. لا مش حكايه مشاكل في الشغل، حكايه ايه يعني؟ ما انت عارف وانا عارف، ما تضحكش على نفسك وعليا. اضحك عليكي؟ انت قصدك يا حاج؟ ايوه يا حاج. انت من يوم ما ربنا كرمك ونجحت في الانتخابات، وانت انشغلت بامور الدنيا عن الصلاه وعن العباده، وخدتك زهوه النصر بالفرحه والانتخابات والاجتماعات، وانصرفت عن مقلب القلوب ومصرفها. كان واجب عليك يا حاج تشكر ربنا وتقول الحمد لله. الحمد لله على كل بداية، والشكر لله على كل نهاية. والله عندك حق يا ست، عندك كل الحق يا حاج. من ذكره في اليوم 72 مرة زال هم وفرح قلبه وزاد رزقه. لازم تقول يا حاج الحمد لله الذي لا إله غيره، الرحمن الرحيم. اللهم أذهب عني الهم والحزن. اللهم أذهب عني الهم والحزن. يا الله ربنا يبارك فيك يا حاج ويخليك ليا، ما اسمعش عنك سوء أبدا. ربنا يبارك فيك ويخليك ليا يا ست صالحة. انت صالحة وانت ست صالحة فعلا. يعني انت بتشتغلي في محل المنجد، امال جوزك فين يا ستي؟ جوزي ميت من 7 سنين بمرض مزمن في الكبد،
وساب لي بنتين وولدين ومعاهم درتي كمان. درتك اللي هي الزوجه الثانيه لزوجك؟ ايوه درتي ومعاها ثلاث بنات كمان. بسم الله ما شاء الله، يعني الاسره تسع افراد، انت ودرتك وسبع اولاد وبنات. ايوه ودرتي خدت معاش ابوها، والمحل بتاعنا اللي كان جوزي فتحه منجد اجرناه والحال كان ماشي، منه لله بقى المستاجر كان حقوقنا. وبعدين يا ستي؟ وبعد وفاة جوزي بسنة ماتت درتي، معاش ابوها اتقطع، قلت ما بدهاش انزل بقى افتح المحل واقف فيه بنفسي. وقدرتي بقى انك تشتغلي في تنجيد المراتب والحفة وعمل الستاير؟ الاول جبت صنايعي وقفت معاه ليل ونهار ايدي بايده لحد ما اتعلمت اتعامل مع الزباين ازاي، وشوية شوية شربت اصول الصنع، اشتغلت وصرفت على اولادي وعلى اخواتهم من درتي، وجوزت بنتي من البنات، وبصراحة الجامع ساعدني في جهازها. بسم الله ما شاء الله. وكنتي بتكسبي كويس يا ستي؟ لا، امال انا جاي لحضرتك ليه؟ الوقت قصير كانت مستور والحمد لله على الصحة والستر، ومن ست شهور تعبت عيني اضطريت ان اقفل المحل وقعدت في البيت عجزة. قالوا لي عايزة عملية في الشبكية، اقل حاجة 5000 جنيه، اجيبهم منين؟ لا انا مش عايزك تقلقي اطلاقا، انا هكتب لك استغاثه لوزير الصحه. ربنا يخليك. السيد رئيس المجلس الموقر، الساده الاعضاء الاجلاء، انني اتحدث اليكم الان بصفتي نائب محترم ليس عن دائرتي فقط ولكن عن الامه كلها. يا سياده الرئيس، انا ارفض رفض قاطع نهائي احتمال اكيد احيانا يعني تعيين المراه قاضيه، هذا منصب خطير حساس، وبعدين قد يدفع الينا بالضرر للقضاء وللنساء في السراء والضراء. وانا اذكر هنا في هذا المجلس الموقر الذي كان يقوده زعيم الامه سعد باشا زغلول احيانا ان السيد الزميل العضو ابن الصعيد ابن اسوان قريبي الاخ عباس العقاد رفض تعيين المرأة قاضية لأن قد يشوب حكمها في القضاء المجاملات. أعترض بشدة على حديث العضو لأن في ذلك إخلال بمبدأ المساواة، وتعيين المرأة قاضية فدي خطوة فارقة في تاريخ مصر، لأن المرأة النهاردة أصبحت تمثل نصف المجتمع وشغلت مناصب عديدة وهامة وكثيرة كوزيرة وكسفيرة وكعميدة كلية، وقدرت تثبت نجاحاتها في كل المجالات، وبناء عليها سيادة لا بناء عليه ولا مقاطعة ولا مساس. يا سيادة الرئيس، لا يمكن أصلا أن المرأة تبقى قاضية لأنها لا تصلح لهذا المنصب الخطير. الله، إزاي هتحكم بين الناس وهي بتتعلم؟ مش بيجي لها آلام في الحمل وآلام في الولادة وآلام في الرضاعة، ثم نفترض انها بترضع طفل مثلا وسايباه في البيت؟ والله معاك حق. هترضعه ازاي بقى؟ هي هتروح المحكمة ولا هتفضل طلبان جوزها وولادها؟ احنا بنرفض هذا الاستخفاف بالمرأة، وبنؤكد ان المصريين هم اول من آمن بحق المرأة في تولي منصب القضاء. فالبرديات الفرعونية سجلت وجود 16 سيدة ضمن هيئة القضاء التي تحاكم الموتى في العقائد القديمة المصرية، ولهذا يا سيادة الرئيس هذا تناقض فاضح وصارخ. السيدة النائبة بتناقض نفسها، ايه اللي كانوا بيحاكموا الموتى؟ وهل محاكمة الميت زي محاكمة الحي؟ هذا الكلام لا يصح ان يقال. وبعدين في نقطة تانية في ذات نفس الموضوع، نقطة وجيهة جدا. دلوقتي أنا أعرف السادة القضاة ومدى ما يعانونه. القاضي بيقضي دلوقتي نص الأسبوع بين جماعته في البيت، والنص التاني بيلف يحكم في المحافظات. فلو حصل ده للمرأة، هل هتسيب بيتها؟ تسيب واجباتها المنزلية وواجباتها الزوجية وتروح تقضي في المحافظات الأخرى؟ طب والزوج في الحالة دي يعمل إيه في البيت؟ هتبقى قاضية في المحكمة وقاضية عليه في البيت؟ لا لا لا، كلام هذا لا يصح إطلاقا بتاتا البتة أحيانا. يخيبك يا حاج. لذا أنا مرة تانية بقول إيه التحضر والرقي ده كله؟ الحاج مكسب كبير قوي لمجلس الشعب، فكر وثقافة وعمق، كلامه بيؤكد إن الشعب بيعرف يختار النواب بتوعه. نحن نرفض هذه الردة الحضارية، فهذا القرار تتويج لجهود المجلس القومي للمرأة من أجل حصول المرأة على المراكز الهامة الرفيعة التي ظلت محرومة منها لسنوات عديدة،
وليس هناك نص دستوري أو قانوني أو شرعي يمنع المرأة تولي القضاء. وهذا النائب يا سيادة الرئيس رجل عنصري يريد أن يقف ضد حق من حقوق المرأة، يريد أن يجهد حلما مشروعا قد تحقق أخيرا، ونحن له بالمرصاد. بتعمل إيه؟ هكون بعمل ايه يعني؟ بوضب المكتب؟ كلاكات خامس مرة. لا وانت السادس عاشر مرة. ما هو مفيش حاجة اعملها غير كده. طب ايه رأيك بقى انا هخليك تعملي حاجة دلوقتي هتسعدك جدا. تعالي تعالي. طب قولي ايه هي؟ تعالي بس. هسمعك دلوقتي يا ستي اغنية، اغنية اسمها إيديت بياف. إيديت بياف دي يا النائب، لقد فجرت قنبلة خطيرة برفضك القرار لأنه اتهام للمرأة إنها إنسانة ناقصة لا تصلح لهذا المنصب. حاشا لله يا ابني، أنت جبت الكلام ده منين؟ أنا ما بقولش هذا، ما أقدرش أقول على المرأة إنها ناقصة، بالعكس المرأة كاملة وست الكل. وبعدين مين المرأة دي؟ ما هي أمي وأختي وزوجتي. أنا بتكلم بس على منصب القضاء، المنصب الحساس ده، وتأكيدا للشفافية. اتفضل اقرأ المكتوب في الجرنان هنا. اعتذرت وكيلة نيابة إدارية عن التعيين قاضية بعد أن تم اختيارها وجلست بمنزلها تشاهد 30 من زميلاتها وهن يؤدين اليمين القانونية ليتولين عملهن كقاضيات لأول مرة في مصر. الاعتذار تم لأسباب أسرية. أسرية؟ جبتش حاجة من عندي؟ أسباب أسرية يعني إيه أسرية؟ يعني عائلية. خايفة ما تقدرش توفق بين عملك قاضية وعملها كست بيت. أنا على كل حال من هذا الموقع العظيم الخطير أؤدي التحية والتقدير لهذه السيدة الفاضلة. سيادة النائبة، ما هو رد فعلك بعد انتهاء الجلسة وتفجير العضو عزام قنبلة غير متوقعة؟ وما هو الإجراء الذي يتم اتخاذه اتجاه هذا الموضوع؟ طبعا هيبقى فيه رد من خلال الجمعيات النسائية، وضروري المجلس القومي للمرأة يصدر بيان بذلك، لأن ببساطة تقدم المجتمعات يقاس بمقدار الحرية اللي بيمنحها المجتمع للمرأة، وإذا فقدت المرأة جزء أو حق من حقوقها تأخر المجتمع بأكمله. فيلم ناجح إن شاء الله. أنا مؤمن بالقطاع الخاص. أستر يا رب. في إيه؟ يا درايا، الولد اللي تطرف؟ مين اللي قال لك الكلام الفاضي ده؟ معرفش. أنا أسفة، المفروض ما أقولش حاجة. أنا؟ يا سلام، كده برضه؟ يعني سعادتك طالب مني ما هي كام كل شهر؟